أجريت انتخابات كركوك التي لم تجرى منذ 18 عاما، لكنها لم تنتج حلا حتى بعد 7 أشهر على إجراء هذه الانتخابات. عقدة كركوك كيف تفك؟ إذا كان المركز عاجز عن انتخاب رئيسا لمجلس النواب طيلة 7 أشهر، فلا نستطيع أن نطرح اللوم على مجلس محافظة كركوك. وكركوك في مشاكلها حقيقة كثيرة ومتعددة، وبالتأكيد سوف لن تنتهي بسهولة. 3 مكونات، الأكراد والتركمان والعرب، ما استطاعوا أن يتوحدون على يد واحدة ويشعرون بالمواطنة قبل أن يوزعون أنفسهم على هذا كردي وهذا تركماني وهذا عربي، وبالتالي هذا كله تأخير في عملية تقديم الخدمات إلى المواطن. المواطن ينتظر خدمات، والحكومة سموها حكومة خدمات. فعملية الاختيار صار 7 أشهر، والجماعة لحد الآن ما ناهين الموضوع، فهذا يعني حقيقة يعني يسجل فشل ذريع في العمل السياسي في هذا البلد. عام 2004 اتفقنا على أن نعطي واقع مميز لمحافظة كركوك، فقلنا أن الإقليم يتكون من 3 محافظات فأقل، لكي نجنب كركوك من هذا الوضع اللي كان سائد في ذلك الوقت، وقد نجحنا. لكنه للأسف عندما جاءوا كتاب الدستور أطلقوه، يحق لمحافظة أو أكثر أن تكون إقليم. لهذا تشوف أكو، وبعدين تراجعوا عنها، وبعدين قالوا الأقاليم ما تصير، يعني قوى سياسية غير مستقرة ولا يوجد لديها فهم وبرنامج في عملية تسيير البلد. لهذا احنا نلوم القوى السياسية اللي